بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أستاذنا القائد، ذكرك خالد وبقاؤك خالد. دخلت السجن وعشت خلف قضبان الحديد لأجل شعبك ولأجل دينك ولأجل مبدئك ولأجل صمودك. طبت في صحة وعافية، رفع الله عنك كل كرب وبلاء. أنت مخلد في القلوب ولست في السجن، أنت تعيش الحرية والإباء. رفعت رأسك ورفعت رأس شعبك ورفعت الدين وأخمدت كل ما 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 يطرأ عليك من الذل والصبر. وأنت لست ذليلا، أنت عزيزا، لأنك بقيت على المبدأ وبقيت على هذا الطريق، طريق ذات الشوكة. رفضت غبار الذل والهوان، تريد أن تعيش العزة والكرامة والحرية مرفوع الرأس بمبدئك، بصمودك، بصبرك، بثباتك. خروجك عز وبقاؤك في السجن عز، وستبقى لنا عز. لازلت قائدا، لازلت قائدا، جنودك ينتظروا خروجك ليجددوا معك العهد في هذه المسيرة المباركة، معلنين جميعا وأنت تعلن معهم: هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا.